أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أحداث 24 ساعة وإلى العناوين. الرئيس السيسي يتفقد قطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي. الخارجية الفلسطينية تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين. احتفالات خافتة بعام 2021 بسبب كورونا، والولايات المتحدة تسجل أكثر من 20 مليون إصابة بالفيروس. أهلا بكم إلى التفاصيل. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي، وذلك ضمن جولاته لمتابعة العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الرابط بين مدن شرق القاهرة وغربها. وتناقش السيد الرئيس مع العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة، ووجه سيادته بتطهير الترع وتبطينها تزامنا مع افتتاح الطريق الدائري الأوسطي. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الدائري الأوسطي ومحاور محمد العصار ورود الفرج والضبعة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس قام بجولة تفقدية لقطاعات القوس الغربي للطريق الدائري الأوسطي، وذلك امتدادا لسلسلة جولات سيادته السابقة التي شملت متابعة سير العمل ومعدلات الإنجاز لجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي الذي يربط ما بين مدن شرق وغرب القاهرة من عند تقاطع طريق بلبيس الإسماعيلية الزراعي شرقا إلى محور الضبعة غربا بطول 156 كيلومتر، مما يجعله أعرض محاور شبكات الطرق بمنطقة الشرق الأوسط، وليخدم عشرات الآلاف من المركبات يوميا، ويساهم بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري وخفض زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى. وقد توقف السيد الرئيس أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة في محيط منطقة الهرم وطرق الفيوم وأسوان والدائري الأوسطي، حيث وجه سيادته بأن يتم تطهير وتبطين كافة الترع والمصارف بالمنطقة ورصف ورفع كفاءة الطرق على جانبيها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع، وذلك تزامنا مع افتتاح الطريق الدائري الأوسطي. عايز أقول لك بس على حاجة، كلك عديت على الثلاث ترع دول، أنا عديت عليهم دلوقتي وأنا عارف ده مش حاجتكم خالص، لكن من فضلكم الترع دي تتطهر، ولو امكن انها تتبطن طبعا عشان نشوف الري والكلام ده، لان ليها نظام، وتتبطن مع الطريق. يعني قبل ما تقولوا لي ان الطريق ده خلص، الترع ديت الثلاث ترع اللي احنا اتكلمنا عليهم دول، عليهم ايه يا فندم؟ متطهرين وايه؟ متبطنين. اذا كان على اجنبهم طرق، الطرق دي تتظبط وتتسفلت. 8 كيلو دول يا فندم ليهم طبيعه خاصه، احتاجنا ننقل 7500 نخله، وتم تعويض جميع المزورين بالكامل. طريقه الارض والمباني تمام مش كده؟ تمام يا فندم. الطريقه هنا بتتكون من عدد 11 بربخ للمواسير، عدد 2 نفق افراد لتعديه الافراد من اليمين للشمال، عدد 7 كباري بتقاطع مع ترعه الشبرمنطيه وترعه المريوطيه وترعه المرزيق في 3 قطاعات وترعه الاجهزيه وترعه الجيزه وطريق الكهرباء اسوان الزراعي. فاحنا ان شاء الله يا فندم هنخلص طريق مارس 2021 على طبق الرابطه، وان شاء الله يا فندم لحد الحين ما نتاكد من ثبات الطريق هنشتغل طبقه سطحيه بدون منعطف المرور ان شاء الله يا فندم. ربنا يوفقك. دول 7 كيلو مش كده؟ 8 كيلو. 8 كيلو تمام. مارس ان شاء الله. ان شاء الله غلط. طيب يبقى الترع زي ما قلنا كده. شكرا لك. السلام عليكم. الطريق الدائري الاوسط يا فندم مع محور الضبعه. الطريق الدائري الاوسط يا فندم بيعتبر محور مروري جديد يا فندم، بيتوسط المسافه ما بين الطريق الدائري حوالين القاهره والطريق الدائري الاقليمي يا فندم. تمام؟ ده يا فندم بيساعد على تخفيف الازدحام المروري يا فندم، وكذلك فندم خلق محاور مروريه جديده. بالنسبه للتقاطع يا فندم سيادتك مشرفنا عليه. احنا فندم متواجدين سيادتك هنا على مسافه 8 كيلو فندم في اتجاه الشرق
تقاطع طريق اسكندريه الصحراوي ثم فنم محور مشير احمد اسماعيل وصل للطريق التاجي داخل القاهره على مسافه فنم 20 كيلو متر فنم في اتجاه الغرب طريق الدائري الاقليمي ثم فنم محور الضبع بوصلاته وسط جبل حامد ثم وسط البرقان فنم ربط على مدينه الحمام وسط البترول لربط على مدينه العالمين ثم وسط الضبع لربط على مدينه الضبع. نسبه تنفيذ الاعمال الفنيه في هذا القطاع 100% فنيه. دي كل ده منشات تمام سيادة لمدن جديده تمام سيادة. طيب. تمام سيادة. في حاجه ثانيه عايز تقولها لي؟ تمام يا فندم. طب شكري. شكرا يا احمد. شكرا يا احمد. سلام عليكم. سيادتك يا فندم شرفنا اعلى تقاطع طريق القاهره الفيوم الصحراوي يا فندم مع الطريق الدائري الاوسطي. الغرض من انشاء يا فندم بيربط عده مدن جديده ببعضها يا فندم وبيخدم مدن سكان اسماعيليه والسويس يا فندم والمحاور الصعيد يا فندم ويربطها بمحافظات الوجه البحري بالاسكندريه وسط منطقه الساحل الشمالي. الطريق السطحي يا فندم طريق القاهره الفيوم الصحراوي وده يا فندم سيادتك كنت مشرفنا عليه المره اللي فاتت عند تقاطع طريق القاهره الفيوم الصحراوي مع امتداد القوس الجنوبي للطريق الدائري يا فندم. الطريق ده يا فندم تم انشاؤه وتطويره ونسبه انتهاء الاعمال يا فندم 100%. بيتكون الطريق يا فندم من 4 حاره مروريه لكل اتجاه ليصل الى 9 حاره مروريه عند منطقه المتحف الكبير. التقاطع يا فندم بيخدم كذا اتجاهات، بيخدم اتجاه القادم من اكتوبر في اتجاه البدرشين وحلوان والعكس، وبيخدم القادم من اتجاه الفيوم في اتجاه يا فندم البدرشين وحلوان واتجاه السادس من اكتوبر، وبيخدم القادم من محافظه الجيزه والسادس من اكتوبر ومنطقه الهرم والرمايه في اتجاه الفيوم واتجاه اكتوبر. طب انت مسؤول هنا لغايه الوصله اللي داخله عند اللي هي بتعدي النيل عند نهايه الاوساط عند الشيخ زايد؟ احنا مسؤولين يا فندم على القطاع من تقاطعه مع كورنيش النيل وحتى تقاطعه مع طريق قرار الفيوم الصحراوي بطول 25 كيلومتر. ده اللي انت مسؤول عنه. تمام يا فندم. وده اللي خلصان. ده يا فندم بالنسبه لاستكمال عمل فيه 85% يا فندم، 17 كيلو دول خلصانين طبعا الاسفلت السطحيه، متبقي عمل 8 كيلو فندم جاري عمل شغل اسفلت وطبقه اساس فيهم يا فندم. انا بس شفت كده العماره بتاعه دهشور، هي مش تبعكم يعني، مش انت المسؤول عنها، لكن احنا بنام عملنا موضوع مش انتوا يعني الهيئه الهندسيه، طالما عملت المباني ديت لصالح هيئه المجتمعات لازم تخلص المشروع على بعض. تمام. شهرين ونشوف الموضوع. تمام. شكرين. شكرا جزيلا. استاذ سيادتك في شرح الطريق الدائري الاوسطي بيبدا في محافظه الشرقيه عند طريق الاسماعيليه الزراعي مرورا بمحافظتي القليوبيه ثم القاهره ثم الجيزه وينتهي عند محور الضبعه بغرب تقاطع طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي بمسافه 8 كيلو. الطريق الدائري الاوسطي يا فندم بيخدم عده مدن وهي مدينه بلبيس والعبور والعبور الجديده والشروق وغرب الشروق والعاصمه الاداريه الجديده ومدينه 15 مايو ومدينه حلوان والبدرشين ومدينه السادس من اكتوبر والشيخ زايد الجديده. تم تصميم الطريق يا فندم طبقا لاحدث الطرق العالميه في تصميمات الطرق. طريق حر بدون اي تقاطعات وتم تنفيذ جميع الاعمال الصناعيه المتقاطعه مع الطرق العرضيه وهي طريق القاهره بلبيس وطريق القاهره الاسماعيليه وطريق القاهره السويس وطريق القاهره العين السخنه وطريق الاوتوسترات وكورنيش النيل وطريق القاهره الفيوم وطريق القاهره الواحات وصولا لمحور الضبع حتى طريق القاهره الاسكندريه الصحراوي. طريق سيادتك ده بيهدف لعدة أهداف، أما هو تخفيف الحمل المروري الموجود على شبكة الطرق الحالية وخاصة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، كما يخفف الحمل المروري على طريق الأوتوسترات. طريق سيادتك برضه بيخدم الحركة السياحية للقادم من والمتجه إلى المتحف المصري الجديد أو المنطقة الأثرية بالهرم، حيث أن المتحف المصري الكبير بيبعد حوالي 16 كيلو عن تقاطع الطريق مع طريق الفيوم. طيب احنا خلصنا الكوبري ده؟ طيب يا فندم تمام. خلاص كده؟ تمام. يعني احنا نقدر نقول إن المساحه كلها بالكامل اسف سيادتك هم دول 9 قطاع، القطاع الاولاني اللي هو قطاع الاسماعيليه الزراعي بالبيس ده سيادتك كنت مشرفنا فيه من اسبوعين وكنا شغالين في اعمال الجسر الترابي وطبقه الاساس. النهارده ان شاء الله اخر يوم في اعمال طبقه الاسفلت. بقيه القطاعات اللي هو من بلبيس الاسماعيليه الزراعي مرورا بالسويس ثم العين السخنه ثم الكورنيش النيل حتى اسوان الزراعي دي اعمال منتهيه بنسبه تنفيذ 100%. القطاع الحالي اللي احنا شغالين فيه من طريق من اللي هو من القاهره اسوان الزراعي حتى طريق الفيوم اللي هو ده سيادتك ده تقاطع الطريق مع طريق القاهره الفيوم
حتى طريق حتى النيل هنا طريق أسوان الزراعي. الشريحة دي طولها 25 كيلومتر. الأرض الصحراوية المفتوحة قدامنا 17 كيلو، دي تم نوعها بنسبة تنفيذ 100%. المتبقي اللي احنا شغالين فيه اللي هو القطاع اللي هو داخل الكتلة السكنية والمنطقة الزراعية، دي سيادتك تم تأمين نزع الملكية وتم تعويضات الأهالي، واحنا شغالين فيه ونسبة تنفيذ الجسر الترابي 90%، وشغال بدأنا نشغل فيه طبقات أساس وأسفلت، وإن شاء الله منتظر يخلصه في شهر مارس إن شاء الله. طيب بما فيه الكوبري. بما فيه الكوبري فهم. طيب. سيادتك التقاطع اللي احنا واقفين عليه دوت ده نظام جديد اللي هو نظام الأرش ستيل، ده عبارة عن سيادتك نفقين يوترن تحت الدوران اتجاه كده واتجاه كده، نظام الأرش ستيل ده هيخدم المنطقة الأثرية سيادتك. هنا سيادتك ده اللي هو السقارة سيادتك في أقصان ونصين، الاتجاه الشمالي والاتجاه الجنوبي. العمل ده سيادتك عملناه وضعنا في الاعتبار إن شاء الله هيتم ربط النفق دوت هنا من بطريق يدخل للمنطقة الأثرية بسقارة، للمنطقة الأثرية بسقارة ملهاش غير طريق واحد اللي هو من الطريقة المرضية. وانا داخل من الرئيسي على فرع هنا لقيت ان الدخله حاده قوي، لا وسعوا الموضوع وخلوا الناس ماشيه في امان كامل. المدخل اللي هو من المدخل من الطريق الرئيسي للفرعي من مهم قوي ان هو يبقى مدخل مريح جدا والعكس. تمام سيدي، بس كده، شكري. وفيما له وثيق الصلة وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعرب السيد الرئيس السيسي عن سعادته بمستوى الإنجاز الذي رآه خلال جولته التفقدية وما لمسه من تفاني الأيادي العاملة في تلك الظروف الاستثنائية. وأكد سيادته أنه تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز بجميع قطاعات الطريق الدائري الأوسطي، وأشار إلى أنه يمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة الطرق ونقلة نوعية في الحركة المرورية. أدانت الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اعتداء عناصر استيطانية متطرفة على مركبة مواطن مقدسي وهو بداخلها. ذكرت أن المقطع المصور الذي يوثق الاعتداء الآثم عكس حجم وحشية وكراهية هذه العناصر الإرهابية المنظمة، وهو ما يعد دليلا واضحا على نية الشروع في القتل. كما أدانت الخارجية الفلسطينية بشدة اعتداءات المستوطنين المتواصلة والمتصاعدة ضد الفلسطينيين ومركباتهم في طول الضفة الغربية وعرضها، واعتبرت أن هذه الاعتداءات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنفذ في حماية قوات الاحتلال وبدعمها. ذكر المرصد الخاص بالأزهر الشريف لمكافحة التطرف أن أكثر من 18,000 إسرائيلي اقتحموا ساحات المسجد الأقصى المبارك خلال العام المنقضي تحت حراسة أمنية مشددة من شرطة الاحتلال. أوضح المرصد في تقرير سنوي أن عام 2020 شهد سوابق تاريخية من المستوطنين المتطرفين تمثلت في اقتحام ساحات الحرم القدسي يوم عرفة، وإقدام مستوطنين وشخصيات دينية وحكومية على اقتحام ساحات الأقصى مساء، وهي الأوقات التي لا يسمح فيها للمستوطنين بعمليات الاقتحام. وحذر مرصد الأزهر الشريف من خطر المشاريع التهويدية والحفريات التي تنفذها سلطات الاحتلال في المسجد الأقصى ومحيطه بهدف إحداث تصدعات وتشققات في الجهات المحيطة به، وهو ما ظهرت آثاره في مناطق متفرقة. وأكد المرصد أن الأزهر الشريف لن يتخلى عن فضح ممارسات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني والتوعية بقضيته. أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1409 حالات إصابة بكورونا و56 حالة وفاة. وأفادت الوزارة بخروج 721 حالة من المتعافين من المستشفيات بعد تلقي الرعاية الكاملة. ارتفاع في معدلات الإصابة بكورونا في دول عربية وانخفاض في دول أخرى. فقد أعلنت الصحة الإماراتية تسجيل 1856 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة. أما السعودية فقد سجلت 137 حالة إصابة جديدة وسبع حالات وفاة.
الصحة الكويتية أعلنت شفاء 260 حالة من فيروس كورونا المستجد، وسيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجهم من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وأعلنت الصحة العراقية تسجيل 902 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. أما الصحة اللبنانية فقد سجلت 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 حالة وفاة جديدة. وأعلنت الصحة الأردنية تسجيل 17 حالة وفاة و1271 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الحالات إلى 295,765 حالة. أما الجزائر فقد سجلت 287 حالة إصابة جديدة بكورونا وخمس حالات وفاة في يوم واحد. يحتفل السودان الشقيق بمرور 64 عاما على ذكرى الاستقلال ورحيل المستعمر عام 1956. الأول من يناير من كل عام يحتفل السودان الشقيق بذكرى الاستقلال والذي يواكب رحيل المستعمر عام 1956. احتفال هذا العام له مذاق مختلف بحجم الإنجازات التي حققها الشعب السوداني الشقيق، فأصبح العيد عيدين في الخرطوم التي تسير بخطى كبيرة نحو التنمية. لم يتوقف السودان من أجل دفعه الوطن ودفع عجلة التنمية بعد سنوات عجاف ذاق مرارها الشعب السوداني، ليأتي عام 2021 ويشكل عاما فاصلا في مجهودات السودان. فبعد ما يقرب من 27 عاما من تحمل الصعاب، نجح السودان قيادة وشعبا في السعي خلف طموحات الوطن، فاختتم عام 2020 باستعادة الخرطوم الحصانة السياسية التي فقدها في عام 1993 عقب إدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب. مكاسب لا حصر لها جراء استعادة الحصانة السيادية، من بينها فتح أبواب الاستثمار والمساعدات، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قروض ومنحا من المؤسسات الدولية. وبحكم التاريخ والحاضر المشترك كان واضحا مدى قوة العلاقات المصرية السودانية التي تربط شعبي البلدين، خاصة في الفترة الأخيرة وبعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم. فقد وقفت القاهرة مع خيارات الشعب السوداني ودعمته على مختلف الأصعدة، حتى أن الرئيس السيسي لا يترك مناسبة إلا يؤكد فيها على الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر تجاه دعم استقرار وأمن السودان وشعبه الشقيق، وأن مصر تدعم اختيارات الشعب السوداني للحفاظ على الدولة السودانية وترحب باستضافة أي حوار لكل أطياف الشعب السوداني ومتابعته الحثيثة لكل التطورات الراهنة على الساحة السودانية. فزيارات المسؤولين المصريين للسودان والسودانيين للقاهرة أسهمت في تدعيم علاقات التعاون بين البلدين بشكل كبير في مختلف المجالات، فهذه الزيارات المتبادلة أحدثت نوعا من التفاهم في التعامل مع مختلف القضايا. مشاهدينا الكرام، نشرتنا متواصلة مع حضراتكم وفيها بعد قليل. المدارس والجامعات تستكمل اليوم الفصل الدراسي الأول عن بعد. اتكلم عربي، مبادرة رئاسية تستهدف الحفاظ على هويتنا العربية والمصرية. أهلا بكم من جديد. تبدأ المدارس والجامعات من اليوم السبت في استكمال الفصل الدراسي الأول من خلال الدراسة عن بعد عن طريق منصات التعليم الإلكتروني. يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرارات الحكومة في سبيل الحفاظ على سلامة جميع الشركاء بالمنظومة التعليمية مع دخول الموجة الثانية من انتشار جائحة كورونا.
وكان وزير التعليم قد أعلن الخميس تعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، مشيرا في هذا الصدد إلى تأجيل الامتحانات إلى ما بعد إجازة منتصف العام الدراسي وتنظيمها وفقا لتقدير الموقف. وأعلن كذلك استكمال المحتوى الدراسي دون حذف عن طريق منصات التعليم عن بعد، مع منع حضور الطلاب إلى المؤسسات التعليمية في الفترة ما بين 2 يناير وحتى 16 من نفس الشهر. كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن مبادرة اتكلم عربي، مبادرة رئاسية تستهدف الحفاظ على هويتنا العربية والمصرية. كما رصدت الوزيرة خلال لقاء خاص مع أخبار مصر عددا من الإنجازات والملفات خلال العام المنصرم. تكلم عربي هي مبادرة بتهدف في الأساس إلى ترسيخ جذور الهوية الوطنية والانتماء والولاء للدولة بكل ما تحمله الكلية. أول مرحلة اشتغلنا فيها هي مرحلة التوعية، يعني إيه مبادرة تكلم عربي وماذا تهدف. الحقيقة كان في تفاعل كبير جدا جدا، أكيد حضرتك شفتي على مواقع التواصل الاجتماعي، صحيح، على منصة تيك توك اللي استخدمناها الحقيقة أيضا، لأنه هذه المنصة الكثير من الشباب والأطفال متفاعلين عليها، فقلنا لابد أن احنا نستخدمها. كل الفيديوهات اللي حصلت للتوعية ابتدى يحصل هذا النوع من التفاعل، والحقيقة ابتدت الناس تشعر بجرس الإنذار، جرس الإنذار أنه لا، احنا لابد ان احنا نحافظ على لغتنا وعلى هويتنا. زي ما قلت لحضرتك هي موجهة للخارج، انما اكتشفنا ان هي ايضا مطلوبة في الداخل. كل اولادنا سواء في المدارس الدولية او سواء في الجامعات الدولية هم عايشين على ارض دولة، ولكن هم بيكلموا بلغات اجنبية، رافضين ان هم يتكلموا عربي، وفي نفس الوقت يعني بيتفاعلوا بثقافات أجنبية. فعشان كده كان جرس إنذار أيضا للأسر على أرض الدولة المصرية. أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة تمهيدا للافتتاح قريبا في احتفالية ضخمة في حضن أهرامات الجيزة. على قدم وساق تجري الأعمال لوضع اللمسات الأخيرة للمتحف المصري الكبير، أهم مشروع ثقافي في القرن 21، ومن دون شك يتابعه العالم كله ويترقب ميعاد افتتاحه. متحف مصر الكبير شغال على قدم وساق، ويعني بيجري العمل ان احنا بنستلم كل القطع المفروض معروضة او في سيناريو العرض المتحفي. طبعا كل معظم القطع الملك توت عنخ آمون بنسبة كبيرة وصلت، طبعا ما بقي بس هو الجزء اللي فاضل اللي في المتحف المصري اللي بالتحرير، لحين ان شاء الله اقتراب الافتتاح هيكون ده الجزء النهائي ان احنا هننقل القطع الاثريه اللي هناك. المتحف يكشف عن مسارات متحفيه فنيه ومتفرده، وذلك من خلال تقديم 100,000 قطعه اثريه تشهد على تاريخ مصر وتلبي متطلبات الزوار المتعطشين لمعرفه التاريخ المصري القديم. وصلنا دلوقتي لحوالي 55,000 قطعه اثريه موجودين داخل مركز ترميم المتحف المصري الكبير، منهم 1006 قطعة من مركب خوفو الثانية، الحمد لله برضو هي على وشك الانتهاء. الأعمال هنا بتسير بشكل أكثر من ممتاز في عملية نقل الأثار، في عملية الترميم، في عملية الصيانة. هنا بمركز الترميم تخضع بعض القطع لعمليات تعقيم وترميم دقيقة دون أن تنال من قيمتها الأثرية والتاريخية لتكون جاهزة للعرض. كل القطع اللي دخلت معمل الأخشاب نقدر نقول إنها خلصانة بنسبة 95%، القطع اللي داخل المعمل هنا 95% خلصانة. المتحف كبير وهينقل كل العصور المصرية القديمة هيتم عرضها فيه، وحتى الآن بيتم اختيار قطع أثرية، وطول ما في اكتشافات أثرية حديثة وبنطلع توابيت وأثار خشبية أكيد هتيجي هنا على أساس نقوم بترميمها ونعرضها عندنا في المتحف إن شاء الله. المتحف المصري الكبير صرح عملاق يضم مجموعة أثرية استثنائية تبرز بينها قطع رئيسة تختصر تاريخا مصريا غنيا وتتميز حضارته، حيث من اللافت هذه القطع بأن يكون الزائر وجها لوجه معها، تحديدا مع تمثال الملك رمسيس الثاني. جولة الصحافة، أهلا بكم، ونبدأها من صحيفة الأهرام. الرئيس السيسي بعد تفقده الدائري الأوسطي: أسعدني ما رأيته من إنجاز للأيادي العاملة وتفانيها.
ننتقل إلى الوطن. وزير المالية: انطلاق المشروع القومي لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة الشهر الجاري. أما من أخبار اليوم: التموين إضافة 500,000 بطاقة جديدة لبعض الأسر الأولى بالرعاية. إعادة دروس المرحلة الإعدادية صباح اليوم على قناة مدرستنا، تردد 12303 لصفوف أولى ثانوي وثالثة إعدادي الساعة 8. مشاهدينا الكرام، أخبار رياضة بعد الفاصل مع شروق عماد الدين. يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد. إلى حضراتكم الآن بيان بدرجات الحرارة. نهاية أحداث 24 ساعة قدمناها لكم من التلفزيون المصري، لكن خدماتنا الإخبارية مستمرة مع حضراتكم، يأتيكم بها محمد سليمان على رأس الثالثة والخامسة. تصبحون على خير.